ناصر بوريطة يوضح بخصوص إعادة فتح حدود المملكة المغربية. قال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارجة يوم الاثنين 24 يناير 2022 إن قرار فتح الحدود راهين بتوفير كل الشروط الضرورية لصحة الوافدين والمواطنين المقيمين. أوضح ناصر بوريطة خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت للأسئلة الشفوية أن مسألة إعادة فتح حدود المملكة المغربية التي تم إغلاقها بسبب متحور أوميكرون خاضعة للنقاش، لكن يجب الإشارة إلى أن كل دولة تتخذ قرارتها في هذا الشأن حسب الوضعية الوبائية. وأشار بوريطة أن أرقام جائحة كورونا بالمغرب لا زالت تثير القلق في ظل تسجيل معدل 4000 إصابة يوميا، كما أن أرقام الوفيات شهدت في دورها ارتفاعا ملحوظا حيث انتقلت من 19 وفاة خلال الشهر الماضي إلى 97 وفاة خلال الشهر الحالي، كما أن عدد أشخاص بأقسام العناية المركزة شهد بدوره ارتفاعا ملحوظا. وأضاف ناصر بوريطة أن اتخاذ قرار فتح حدود المغربية يجب أن يراعي كذلك تجارب الدول التي اتخذت هذا القرار مؤخرا، حيث أن بعضها تراجع عن قرار فتح الحدود بعد أسبوع أو أسبوعين من تطبيقه. نشكركم على حسن المتابعة.